مرحبا شباب، وصلنا وياكم للقانون الرابع من قوانين الاشتقاق، اللي هو إذا عندي مجموع دالتين، فمثلا الاف اوف الاكس زائد جي اوف الاكس، قانون الاشتقاق لهم شنو راح يكون؟ طبعا هنا عملية الجمع ما راح تتأثر، مجرد انه راح نشتق الدالة الأولى وبعدين نشتق الدالة الثانية. طبعا سواء كانت عملية جمع أو عملية طرح فراح تبقى مثل ما هي. ناخذ أمثلة على هذا الموضوع. example 19 اللي هو منطيني الاف اوف الاكس تساوي اكس سالب 2 زائد 7. سوري تمام. هنا كأنه انا عندي دالتين، يعني شو راح اتعامل وياها هنا؟ كأنه عندي دالتين، هاي الدالة الأولى x سالب 2 وهاي الدالة الثانية اللي هي عبارة عن 7 فوق. فش راح تكون المشتقة؟ ال f برايم اوف x راح تساوي هاي ال x سالب 2، راح انزل السالب 2 اضربه في ال x وانقص الاس 1، x سالب 2 ناقص 1 راح يصير سالب 3 زائد هاي هنا 7 ما وياها x ما وياها مجهول، هذا يعني كأنه وحدة ثابت وحده ما ويا اي مجهول اخر، وانا اعرف مشتقة هاي الدالة يعني هاي 7 فقط مشتقة الثابت يساوي 0، اذا الناتج هو فقط سالب 2 في اكس سالب 3. النقطة الاخرى اللي هي بي، اذا كانت الجي اوف تي، هنا مجرد غير الرمز طبعا اللي هي تي تربيع على 5 زائدا 5 على تي تربيع، هنا مكان الاكس غير الرمز صار عندي تي، لكن هو يبقى مجهول ما له علاقه تغيير الرمز ما ياثر، اتعامل ويا مثل ما اتعامل ويا الاكس، مثل ما هذا الاكس مجهول هنا التي صار مجهول عندي، اذا فقط عندي هذا بالمقام راح احاول اصعده للبسط حتى اشوف شنو شكله راح يصير، يعني هنا الجي اوف التي راح تساوي تي تربيع على 5 زائدا 5 تي سالب 2. الان اجي اشتق كل وحدة وحدة، اشتق هاي بالبداية واشتق هاي بالبداية. اذا الجي فتحة جي برايم عفوا جي برايم اوف التي شنو راح يصير عندي؟ هنا التي تربيع طبعا هاي واحد على خمسة ما لها علاقة، اللي هي تعتبر مقام واحد على خمسة هي العدد الثابت اللي مضروب بالمتغير فراح استخرجه برا. اجي اشتق التي تربيع اللي هي اثنين في التي اس اثنين ناقصا واحد اللي هي واحد فما كتبته، معناها هاي اثنين تي زائد هاي الخمسة ما لي علاقة بها، واشتق التي أس سالب 2 اللي هي سالب 2 في التي أس سالب 2 ناقص 1 فصارت سالب 3، لأن سالب 2 ناقص 1 صارت سالب 3، مو مثل هاي، هاي كانت 2 تي تربيع كانت 2 فمن نقصتها 1 2 ناقصا 1 يبقى 1 فبقت عندي فقط التي، هنا سالب 2 من نقصتها 1 صارت عندي سالب 3 فنزلت مع التي. هذا هو خلاصة، إذا بس أجي أرتب، إذا هي 2 تي على 5 زائد 5 في سالب 2 يعني راح يصير عفوا ناقص 5 في سالب 2 راح يصير سالب 10 على تي تكعيب. هنا منطيني الدالة باكزامبل 20، الدالة هو بالشكل التالي ال f of x تساوي 3 x أس 5 زائد 4 x أس 4 ناقص 7 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 6. هنا ذني كل راح اعتبرهم كل وحده داله مختلفه، يعني هاي راح اعتبرها داله وهاي اعتبرها داله وهاي داله وهاي داله وهاي داله، واجي اشتقهن باعتبار بيانات العمليه الجمع، اجي اشتقهن كل وحده واحد، اذا الاف برايم اوف الاكس ايش راح تكون؟ راح تكون 3 ما له علاقه بعدد في مشتقه الاكس اس 5 راح يصير 5 في x اس 4 زائد 4 في مشتقة ال x اس 4 راح يصير عندي 4 في x اس 3 لان 4 ناقصا 1 ناقص 7 ما له علاقة بها في مشتقة ال x تربيع اللي هي 2 x اس 2 ناقصا 1 يبقى 1 زائد 3 في مشتقة ال x x اس 1 مشتقتها 1 زائد 6 مشتقتها 0. طبعا يعني الامثله الجايه ما يحتاج هذا التفصيل، ما يحتاج ننزل 3 ونقول اكس اس 5 مباشره، 5 في 3 نكتبها 15 اكس اس 4،
4 نزلها 4 في 4 16 اكس تكعيب ناقصا 2 في 7 14 اكس زائد 3. هاي هي المشتقة. الآن ننتقل إلى قانون عملية، القانون الخامس اللي هو إذا جتني عملية ضرب. إذن بعملية الضرب عندي هذا القانون، إذا عندي حاصل ضرب دالتين f of x في g of x، المشتقة اللي مش راح تصير، راح تصير عندي الأولى أنزلها مثل ما هي في مشتقة الدالة الثانية في مشتقة g g prime of x، زائد الثانية اللي هي g أنزلها مثل ما هي في مشتقة الأولى اللي هي f prime of x. طبعا باعتبار هاي العملية بدالية فتقدر تخلي هذا الحدين بالبداية وذن الحدين بالنهاية، لأن عملية الجمع عملية بدالية. فإذا بصورة عامة إذا عندي اشتقاق حاصل ضرب دالتين راح يكون بالشكل التالي: الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. هذا القانون بس حتى يكون يعني للسهولة، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. وهسه راح نطبقه ببعض الأمثلة. نجي إلى example 22، منطين الدالة f of x تساوي x في x زائد 1، وطالب من عندي اشتق هاي الدالة. هنا ذني دالتين حسب القانون، هاي الدالة الأولى وهاي الدالة الثانية. حسب القانون المشتقة إذا دالتين فراح أنزل الأولى مثل ما هي x، واشتق الدالة الثانية في مشتقة ال x زائد 1. هاي الدالة x زائد 1 اشتق هاي واشتق هاي، ال x مشتقتها 1 والواحد مشتقتها 0، يعني هاي x اس 1 فينزل الواحد ويصير x اس 1 ناقص 1. بعد هاي السالفة المفروض يعني متعودين عليها، فال x هنا مشتقتها 1 زائد والواحد مشتقتها صفر. إذن هاي هسه بعد ما كملت كتبت الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. الثانية شنو؟ اللي هي x زائد 1 في مشتقة الأولى هنا اللي هي x، مشتقة ال x 1. فهسه ما عندي شيء، مجرد أعيد ترتيبها: x في 1 زائد 0 1 معناها x زائد x زائد 1 في 1، راح تبقى عندي x زائد 1 فصير عندي 2 x زائد 1. هذا الاكزامبل نوعا ما بسيط، مجرد راد يعلمنا على شلون نستخدم القانون. خلينا نشوف اكزامبل 23 اللي هو ال f of x تساوي 2 x تربيع زائد 1، هاي الدالة الأولى، في x تربيع ناقص x، هاي الدالة الثانية. شلون راح يكون الاشتقاق؟ راح ننزل الأولى، إذا هنا ال f prime of x ايش راح يكون؟ ننزل الأولى اللي هي 2 x تربيع زائد 1 في مشتقة الثانية. شنو هي الثانية؟ x تربيع ناقص x، اشتق هاي واشتق هاي باعتبار بيناتهم عملية طرح أو عملية جمع. إذا عملية طرح عملية جمع اشتق الأولى واشتق الثانية بدون أي تغيير. إذا في مشتقة ال x تربيع 2 x ناقص مشتقة ال x، طبعا هاي 2 x يعني لأن هنا 2 ناقص 1 يصير 1، ناقص مشتقة ال x هنا 1. إذا هاي فقط الأولى نزلتها في مشتقة الثانية، زائد أرجع الثانية اللي هي x تربيع ناقص x في مشتقة الأولى. مشتقة الأولى أيضا دالتين يعني بينهم عملية جمع، اشتق الأولى اللي هي ايش قد؟ 2 x تربيع 2، ال x تربيع مشتقاتها 2 في 2 الموجودة بالبداية، فراح يصير عندي 4 x زائد مشتقة الواحد 0. طبعا هسه أقدر أكتبها بهذا الشكل: 2 x تربيع زائد 1 في 2 x ناقص 1 زائد، وهاي x تربيع ناقص x في 4 x. طبعا هنا نقدر يعني نوزع ونختصر، وهاي العملية المفروض يعرفها الطالب، عملية التوزيع. راح نوزع هذا القوس على هذا القوس، الأول في الأول والأول في الثاني والثاني في الأول والثاني في الثاني، وهنا الأربعة أكس أيضا راح نوزعها.
على هذا القرص. فراح يصير عندي المقدار بهذا الشكل، 2x تربيع في 2x راح يكون عندي 4x تكعيب، 2x تربيع في 1 طبعا قدامه ناقص 1 ناقص 2x تربيع، 1 في 2x 2x، 1 في 1 ناقص موجب في سالب سالب فصير ناقص 1، زائد هاي الأربعة إكس راح أدخلها تصير عندي 4x تربيع ناقص، عفوا 4x في x تربيع راح يصير 4x تكعيب ناقص 4x في x يصير 4x تربيع. طبعا راح نحاول نجمع المتشابهات باعتبار عندي هنا هاي بيها x تكعيب هذا المقدار العفو، وهذا المقدار ايضا بي اكس تكعيب اقدر اجمعه، وهذا بي اكس تربيع وهذا بي اكس تربيع اقدر اجمعهم باعتبار هذول المتشابهات. فراح يصير عندي المقدار 4 اكس تكعيب و4 اكس تكعيب، راح يصير عندي 8 اكس تكعيب ناقص طبعا 4 اكس تربيع مع 2 اكس تربيع راح يصير عندي ايش قد 6 عفوا x تربيع زائدا 2x ناقص 1. طبعا اكو بالكتاب خطأ مطبعي اللي هو يعني راح نحاول نعرض لكم الكتاب هنا example 23 بالضبط، هذا مختار يعني طبعا هنا هو ماشي انه مشتقة الاولى في الثانية زائدا مشتقة الثانية في الاولى، فالقصد انه هذا المقدار مشتق اللي هو 4x المفروض ينزل هذا المقدار اللي هو x تربيع ناقص x، لكن هو مش تبيهم ينزل x تربيع ناقص 1 المفروض هاي x، فلذلك صار اكو خلل بالناتج انه ناقص 2x تربيع هي المفروض تبقى ناقص 6x تربيع مثل ما حلينا بهذا المثال. هو مجرد خطأ مطبعي ويعني اشتباه من نزلوا هذا القوس، فالحل الصحيح راح يكون بهذا الشكل. نكمل وياكم بـ example 24. اللي هو الـ f of x تساوي x تكعيب زائد x ناقص 2 في 2 جذر الـ x زائد 1. هاي عملية الضرب عفوا. راح نحاول نحل هذا المثال حسب القانون الـ f prime of x، راح اعتبر هاي الدالة الأولى وهاي الدالة الثانية، الأولى في مشتقة الثانية، طبعا هاي الدالة الثانية بس قبل لا يعني أحل راح أحاول أكتبها بهذا الشكل، هاي الدالة راح أكتبها بهذا الشكل اللي هي 2 في x أس نصف زائد 1. إذن الأولى تساوي x تكعيب زائد x ناقص 2 في مشتقة الثانية اللي هي 2 جذر الاكس زائد 1 اللي هي هاي، مشتقات ايش راح تكون؟ النصف ينزل طبعا الاثنين ما لنا علاقه بيها، والنصف ينزل هاي 2 في نصف اكس اس نصف ناقص 1 راح يصير ناقص نصف زائد 0 باعتبار مشتقات الواحد 0، زائد هاي الاولى في مشتقات الثانيه، الثانيه اللي هي 2 في اكس اس نصف زائد واحد هاي كتبناها بهاي الصورة في مشتقة الأولى، مشتقة الأولى الأكس تكعيب مشتقتها 3 أكس تربيع والأكس مشتقتها 1 والثنين مشتقتها 0. هسه نجي نحاول نصفي طبعا هنا صار عندي اختصار أقدر اختصره اللي هو هاي الثنين مع هاي الثنين تروح، وراح نشوف شنو راح يصفانا من هذا المثال. أكس تكعيب زائد x ناقص 2 في هاي راح يصير يعني 1 على جذر x زائد طبعا هاي زائد 0 راحت 2 جذر x زائد 1 في 3x تربيع زائد 1 وهاي 0 راح تروح. طبعا الان نحاول نصفي، لكن انا افضل يعني انه هذا الجذر راح نعيفه اس نصف يعني ما نحوله الى جذور، لان راح نشوف شلون نستخدم يعني عمليه، طبعا نقدر نستخدم عمليه التوزيع حاليا حتى بهذا الوضع ونقدر نشوف الناتج التالي ويساوي اكس تكعيب
في راح اوزعها اعتبرها 1 على اكس، يعني نفس ما كانت هنا اكس اس سالب نصف زائد اكس في اكس اس سالب نصف ناقص 2 في اكس اس سالب نصف زائد، طبعا شنو اللي سوينا هنا؟ هذا الواحد على جذر الاكس اعتبرته اكس اس سالب نصف نفسه ووزعته هنا مكان واحد على جذر الاكس، سويته اكس اس سالب نصف ووزعته على الحد الاول والحد الثاني والحد الثالث، لان بيناتهم عمليه ضرب. تمام؟ هنا بس حتى يعني رديت ارتبها بهذا الشكل. هسه الان نجي نستخدم ايضا عمليه التوزيع، الاول في الاول والاول في الثاني. هاي ايضا اكس اس نصف راح اعتبرها، اذا 2 في 3 6 اكس اس نصف في اكس تربيع زائد 2 اكس اس نصف في 1 تبقى 2 اكس نصف زائد هذا الواحد في 3 اكس تربيع زائد 1. هنا عند الضرب تجمع الاسس، فاقدر اقول هذا المقدار راح يساوي 3 ناقص نصف اللي هو يعني 3 على 2 راح اعتبرها 6 على 2، 3 حتى واحد المقامات 6 على 2 ناقص 1 على 2 فراح يصير عندي 5 على 2 زائد 1 ناقص نصف، يعني عند ضرب تجمع الاسس، ف 2 على 2 ناقص 1 على 2 نصف ناقص 2 اكس السالب نصف زائد 6 نصف زائد 2 اللي هي نصف زائد يعني 4 على 2 فراح تصير 1 زائد 4 5 على 2 6 في اكس اس 5 على 2 زائد 2 اكس اس نصف زائد 3 اكس زائد 1. طبعا هنا نلاحظ انه عندي هذا اكس اس 5 على 2 وهذا ايضا اكس اس 5 على 2، 1 و6 راح يصير عندي هنا 7 اكس اس 5 على 2 زائد هنا عندي هاي 3 اكس تربيع اكس اس نصف اكس اس نصف ما وياها غير 2 اكس اس نصف فراح يصير عندي 3 اكس اس نصف. تمام؟ ويبقى عندي سالب 2 اكس اس سالب نصف زائد 1، بالتالي اقدر اكتبها بهذا الشكل اللي هو هاي راح تساوي 7 اكس اس 5 على 2 زائد 3 اكس تربيع زائد 3 جذر الاكس ناقص 2 على جذر الاكس زائد 1. نشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم اللي هو راح يكون تكملة لقوانين الاشتقاق اللي هو قانون القسمة، ونحاول ناخذ ايضا موضوع chain rule اللي هو المشتقة المتسلسلة. شكرا جزيلا.